عسلامة ومرحبا بكم في بلاي ليست جديدة سيرش انجين اوبتيميزيشن. اليوم بعد ما نكملوا نديفلوبيو السيت متاعنا ونعملوا ديبلويمون متاعو على الانترنت، نكتشفوا اللي السيت متاعنا ماهوش قاعد يظهر في لي ريزولتا دو موتور دو ريشيرش. هكا علاش اليوم نحكيو على البروسيس سيرش انجين اوبتيميزيشن، وفي البلاي ليست متاعنا باش نشوفوا كيفاش العمليه هذه تصير وشنو هما لي تكنيك اللي باش نستعملوهم باش نحسنوا في الترتيب السيت متاعنا. بالطبيعة أول إيتاب باش تكون إن نظهروا السيت متاعنا في الريزولتا دو ريشيرش وبعد نحسنوا في الترتيب متاعه. كذلك فما دي زوتي لازم نعرفوهم باش نجمو نمبليمونتيو السيو. لمبليمونتاسيون باش تصير في الكود متاع الانترفاس متاعنا، فما كذلك لونجاج دو ستركتوراسيون دو دوني باش نمبليمونتيوها في الانترفاس HTML متاعنا. دونك خليكم معنا في بلاي ليست سيرش انجين اوبتيميزيشن.